الصعوبة أحيانا تكون في الخيارات. احنا مثل الآخرين، والأصعب يكون في اتخاذ القرارات. يعني في النتيجة القرار يتحمل اللي أخذه، سواء صحيح أو خاطئ. من المؤهل؟ من اللي غير مؤهل؟ حياة المهمات. إذا كانت حق على مستوى الأداء الفني والنتائج، لا، ما كان قرار صحيح. ودوب سألنا عن كل هالأشياء، مين أكيد اللي بيكون متسبب في إخفاق الفرق؟ جزء يتحملون اللاعبين، وإحنا نتحمل إحنا كجهاز إداري جزء. إدارات اللاعبين ولا جميع المنظومات؟ كل الأندية ما يبونه. ليش؟ أنا أقول صراحة لا، ما يبونه. أنت تتكلم عن الصلاحيات، هاي عضو جهاز فني على شنو؟ موسم الجديد البدء، وإحنا كلنا كنا متحمسين، وأول حماس يمكن نسمع هدف كل فريق. ويوم سمعت هالهدف كنت أقول شنو كان كل فريق راسم بالنجوم اللي عندنا، قادرين بالجهاز الفني اللي قادر إنه يوصل الفريق لأبعد نقطة في الدوري. All the players must eat grass if they want to win the league or one trophy. If they don't, like grass, we will have problem. نحاول نحافظ على مستوانا اللي ظهرنا في الموسم الماضي. بالنهاية نحن عم نعمل، ولكن بالآخر توفيقنا وقدرنا مكتوب من رب العالمين. الإمكانيات الفرق جميعها يعني نقدر نجاريها إحنا. مع احترامي لهم إن شاء الله الحد بتكون لك كلمة في المراكز المتقدمة. المفروض إن إحنا في الأربع الأولين، أربع الفرق الأولين. أنا أبغى نتم في نصير في الوضع اللي صرنا فيه الموسم الماضي، نبتعد عن مراكز الخطأ. We want to do better than the last season. أتمنى نكون في منتصف الجدول إن شاء الله، ويرجع كيان النادي الأهلي وترجع هيبة النصر إن شاء الله. وأول فريق بتكلم عنه الأهلي، لأن الصراحة هدف الفريق ويطلع في هاي المركز يعني الفريق يمشي في ضيق. أنا أتفق معك، لا ما كان طموح النادي إنه نكون في المركز السابع، لكن حاولنا إحنا نتدارك نعدل الوضع. الحمد لله قدرنا في النهاية إن ما نوصل للملحق، وتمينا يعني في دوري ناصر بن حمد. وفي رأيكم شنو كانت الأسباب؟ ولا تدرون؟ خلنا نعرف من الجماعة. ما كنا سيئين بتاتا، سوء حظنا إحنا مثل الآخرين. الأندية تضررنا من قرارات تحكيمية سيئة جدا. الحين صانع التحكيم تضررنا. كل من ظلام السنة، كل الأندية انظلام. هذه مو عذر بالنسبة حق نادي الأهلي. نادي الأهلي لا لا لا، أقول لك مثل غيرنا، وما ألوم يعني نقاط فوق ال 12 13 نقطة تخسرها بأخطاء مصيبة. بس مو هنا المشكلة، التحكيم علي وعلى على غيري والآخرين. أنا كل احترام وتقدير اتحاد بحريني لكرة القدم، سعادة الشيخ علي بن خليفة، الأخوان اللي يديرون، بس عبد الله اللي قاعد يصير في الدوري مو طبيعي. هاي التوقفات مو طبيعية. متأثر عبد الله شو متأثر؟ أنا لاعب كرة قدم، هذولين لاعبين كرة قدم، جمهور يحضر، في معلن يدفع لك فلوس. تخيل أنت الدوري تلعب جولة، أول جولة لعبناها صح؟ ثلاث أسابيع. كثر وقفنا؟ ثلاثة أسابيع. ولعبنا جولتين في ظرف أربعة أيام، بعدين ردينا وقفنا شهر. ما عبد الله يصير؟ هذا يصير؟ الصراحة لا. هذه ما تصير في كرة القدم. نهائياً. أنت تيجي تقول لي بعدين هذه بعد عذر؟ إيه هذه عذر. هاي عذر. لا أنت بتعب تمسك عذر بس. لا 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 لا. أنا ما أبي أقول لك.
أنا ما بقول لك ذي النادي أعذار، بس أنت هذه تأثر عليك، تأثر على معنوياتك، على لاعبينك تتمرن ما تدري. عندنا أنتوا جاتكم فترة وقفتوا شهرين على المباريات، أتذكر يوم أجل مباراتكم مع محرق و... صحيح. وتخيل أنت مثلا في وضع تنزف نقاط وقاعد لازم تتعامل وتتعايش مع الوضع اللي أنت فيه، تدري لما عندك مباراة أسبوع الجاي وتفوز معنوياتك تتغير؟ صح. تخيل أنت خسران والجمهور ضاغطك شهر ونص ليه قريب الشهرين ما تلعب كرة قدم. بس هذه ما يمنع أن عندنا أخطاء، يمكن عبد الله الأهلي كان في دوامة، يمكن الكابتن صارغ قال نفس الشيء في الجولة الأخيرة. أنا أبغى من ذي الإدارة الموجودة المسؤولة عن القدم بعد تعطي أهمية بعد أزياء. احنا يعني كمشجعين للنادي او محبين النادي نتمنى نشوف نادينا في هالمراكز. نتمنى من الاهلي او من المسؤولين في نادي الاهلي الاهتمام في كرة القدم ودعمها، لان كرة القدم يواجهت اي نادي واجهته كرة القدم. ما هو شيء موجود في السلة، موجود في الطائرة، موجود في السوء. سوء حظ نادي الاهلي انه ينافس، او سوء حظ فريق كره القدم في نادي الاهلي ان النادي الاهلي يملك 4 لعبات وكلها تنافس. بس الاهلي الواجهه القدم واجهه الاولى 100%. كره القدم هي الواجهه، واجهه النادي، ومهما تسوي الالعاب الثانيه مع كل احترام وتقديري لها، لا لاعبين ولا محترفين طموحنا الاهلي موجودين. المحترفين ما كانوا طموح نادي الاهلي، ما اعتقد المحترفين اللي ابوهم في مستوى نادي الاهلي واللاعبين محليين. كل صراحة بالنسبة احنا كمجموعة الاهلي المفروض يفضل ياخذ لاعبين افضل من الموجود. يعني في لاعبين، يعني الاهلي ما يقل عن الرفاع، ما يقل عن المحرك، لما يبي يختار لاعب ما يقل كاسم نادي الاهلي. لما انا يروح حق لاعب أقدر أجيبه، نادي الأهلي يقدر. مادية بتستغرب لو أقول لك ميزانية نادي الأهلي الموسم الماضي وصلنا إحنا إلى 300,000، 300,000 تأخذ فيها دوري في البحرين، تأخذ فيها دوري. صح. اللي يقول إن نادي الأهلي ما يدفع للقدم، العام دفع في الموسم الماضي، دفع هذا الموسم المنصرم اللي إحنا فيه. بس اللاعبين اللي بتهم مو بنفس الطموح الدافع اللي دفعته. يعني من عندك من اللاعبين المحليين اللي سوبر في السلة أفضل لاعبين فعلًا. في اليد نفس الشيء. في اليد هالسنة نفست بقوة. والسلة عندنا أفضل لاعبين. والطائرة نفس الشيء. يعني أكثرهم يلعبون في المنتخبات. صح. في 3 لعبات يلعبون في المنتخبات. طبيعي بتنافس. ليش ما نختار لاعبين اللي مثلون منتخبهم؟ هذه من الأخطاء اللي كانت يمكن في السنوات الماضية النادي ما كان منتبه لها، إنك دش لاعبين السوبر. لاعبين السوبر عبد الله. خلاص ترى انت اهل مكه ادرى بشعابه، واحنا نعرف انه ما في موهوبين خلاص في كره القدم البحرينيه. ما في لاعبين اللي سوبر اللي تقول انت سوبر قليلين ينعدون على اليد. الرفاع تعاقد مع معظم نجوم الدوري. ايش باقي؟ خالدي يعني النص الثاني، ما باقي احد. والمناوم عند الباب. في السابق الانديه كانت تملك كل نادي في 5 إلى 6 مفاتيح لعب نجوم على أعلى مستوى. اليوم يلا أوكي في لاعبين ما في نجوم. إذا ما تقدر تقارن على الأندية هذه مادية أنت تأخذ لاعبين؟ أقدر. في توجه الإخوان هذا الموسم الجهاز الفني، بس المعروض ما في. قال الأهلي تعاقد مع سامي الحشاش، عبد الله الحشاش مع الشامسي. مع الشامسي عبد الله الحشاش، خلينا نقول لاعب تألق في الفترة الأخيرة، تعاقد. يعني في توجه، وأي شيء معروض من النجوم كان بيدخل عليه. في سياسة يا أخي، أنت لا تروح روح الكواليتي مو الكوانتيتي. صح ومو بالكم. صح. بالكيف تاخذ لك سوبر 2-3 ممكن يفرقون مع 4 محترفين يسوون لك الفعاليه.
طبعا انتم الحين قاعد توجهون خلاص انه بتغيرون هاي الاشياء اللي صارت الموسم. عرفنا سببين او خلينا نقول عذرين، تحكيم وتاجيلات، لكن معقول اللاعبين مو مسؤولين؟ حقيقه ما اقدر انكرها. شنو خلاه يعني عبد الله انا لا تقول لي ان انا توقفات ما اثرت علي، بس خلينا نكون واضح وياك، لاعبين دلين لاعبين مثل اخواني الصغار، يمكن احنا اللي افتقدناه وانا شفته، انا كنت شخص بعيد يعني عن الدوري، يعني بهذه ما كنت بهذا القرب يعني من الدوري وبالاخص من الفريق الاول في نادي الاهلي. الشغف يا اخي مو موجود، تعرف القتاليه في الملعب، كره القدم مو تطبيق، يعني الجهاز الفني كابتن علي صنقور وصادق علي والاخوان معه كانوا يعملون ليل نهار واشوفهم شلون يعملون، واحنا مو بأسوأ من يمكن في الجزئيه اللي احنا نخسر فيها ويكون الفريق الثاني كعبه اعلى منا هو الروح والقتاليه في الملعب، هذه يمكن انا اللي شفتها مفقوده عندنا نوعا ما، يعني لاعبينكم مو عندهم روح القتال في الملعب، مو عندهم روح يعني، لا مو الروح، لا مو ما تقاتل، انت لازم تقاتل لان انت القتاليه ترى تجيب لك المباراه اكثر، يعني تتحمل اللاعبين مسؤوليه الاصابات، جزء يتحملون اللاعبين واحنا نتحمل احنا كجهاز اداري جزء، احنا لازم يحسب لنا كنادي الاهلي هذا اللي سويناه مع الجهاز الفني، لازم يحسب لمجلس الاداره اللي سواه. في ناس تقول، في جزء من الجمهور يقول، في ايضا ناس من داخل النادي يتكلمون، هي النتائج هي اللي تحكم. انت لما تنافس لي ليه اخر اسبوع بين ملحق وبين هذه، هاي دليل انك انت ما في شيء، بس انا تكلمني كشخص عاشرت الجهاز الفني وعاشرت عمل الكابتن علي صنقور، لا يستحق، خل المدرب ياخذ وقته، يعني يحتاج موسم، واعتقد موسم هو موسم ان علي صنقور يثبت انه مدرب قادر انه يطلع من المركز اللي كان هو فيه في الموسم الماضي الى مركز متقدم هذا الموسم. شوف انا اشكركم صدق واشكر الخطوه اللي سويتوها واشيد فيها، لان عكسكم نادي يلبس نفسكم ما سووا اللي انتم سويتوه. الخلدية أقال محمد الشملان عند أول مطب، وأنت تعرف الضغوط اللي كانت علينا إحنا بداية الموسم صح؟ صح، تعرف أنه وين إيش كان، فكانت عليكم الضغوط، كانت عليكم دي، فا أوكي وقفت معي على صنقور وقفوا وياكم، بس إنه بعدها مو طموح جمهورك الأهلاوي ترى 100% اتفق كجمهور، أنا لو كنت برع وكنت كجمهور ما أقبل، وأنا كنائب رئيس جهاز كنت مسؤول عن الفريق، النتيجة ما ترضى الجماهير، وبالعكس الأهلي لازم يكون دائما في المراكز الثلاث الأولى، يعني احنا لما الأهلي طول عمره يمكن الأهلي ما كان ياخذ الدوري بشكل مستمر بس كان منافس، لكن كان دائما منافس عظف بالعوم حق أي فريق، كان يعني رقم صعب، حبنا حق ما يعني تعرف بيت ربينا فيه واللي موجودين إخواني، يعني ما تتصور علاقتي وحبي لهم، الكل يعني أعشق كل أهلاوي، حتى لو كنت اي شخص يشتغل في مصلحه النادي هذا اخوي، يمكن انتقده او شيء، لكن احنا نحب كلنا نحب نادي، هو يخدم حق نادي الاهلي ان كان نجح ما نجح، هذه كل شيء بيد رب العالمين، واحنا نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يدعمون الفريق، لان واجهتنا لازم نهتم فيها شوي اكثر، واعتقد قادرين يردون نادي الاهلي. انا اقول لك شوف موسمين هذه ولا عقبه، بعد هالموسمين بتشوف الاهلي في المنافسه على البطوله، بدا النادي الحين قاعد يبي يرجع الفريق، نتمنى احنا يعني يكون العمل يكون اهتمام شوي اكثر،
والإدارة الفريق تكون أقوى، لأننا نحتاج حق إدارة قوية نقدر النادي ينافس. أعتقد نادينا قادر، يبي له شوي اهتمام أكثر. وتوع عدنان إبراهيم موجود، لازم أسأله كذا سؤال ونعرف منه بعد إيش صار معاه يوم كان في الحد. وقبل أرجع حق عدنان أبي أذكركم بشيء. ما كان قلت لك إيه تشالن شال، ما خاف أنا، ما خاف يا شالن، لو خوف ما يجي تيجي تقول لي أنت أبقيك طوارئ، أقول لك لا. أنا لما يبوني حق موسم الجاي بسيتي، بس أنا خليت وضع أن أنا أكون لنهاية الموسم. يعني أنت فرغت عليهم؟ إيش أنا فرغت هم يبقوني لموسم الجاي، أنا فرغت أخلص الموسم، إذا الوضع الأمور طيبة ورتحت فيها أقدر أستمر على كيف، يمكن تجيني عروض أحسن أروح. العروض اللي جاتني قبل ما كانت فيه. لا ما كانت عروض أن يبون يستمر يبقلين عشان يستمر. ما تلتقي حق عدنان إبراهيم؟ لا مو، لأنها أعتبرها كانت طوارئ. تذكر الموسم اللي طاف يوم اقول لك عدنان ابراهيم مدرب طوارئ؟ قلت لك لا مو طوارئ. اليوم حسنا اثبت نفس الشيء، ليش وقعت الحين من هو؟ قلت لي بتقول لي عشان فاضل ما فاضل العام. قلت لي بسيتين تشالنج. قلت لي بسيتين تشالنج. انا وقفت سنه قلت برد، بس الحين خل اقول لك خلاص، يعني لانه ليني نادي بنص الموسم لاني برفض. بتشوفك السنة الجاية؟ ما اشتغل الا بداية الموسم. يعني شوف العام قلت شيء، هسنا قلت شيء، بس شفتك سبحان الله تكررت مرتين في الموسم. يعني العام قلت لك تبطل. جربت انا مرة واحدة، انا جربت ويا بسيتين ورحت ويا شو اسمه ويا الحد. خلاص انا قلت لك هناك، لان الحد لهم جمايل، اللي لهم جمايل علي، فرديت له. وقبل الله يدربهم عدنان، خلينا نشوف وضع الحد شنو كان. اول مباراه في الموسم تعادلها، وكانوا محظوظين انه ما خسر. يصور تصويبه جميله خطيره، ما زالت فرصه هدف اول تاتي، ولكن يا سلام. ثاني مباراه مع الرفاع، وفي اخر الوقت انهزم الفريق. وضد النجمه نفس السيناريو، الحد خسر. سمعنا وقتها رسالة. يا يونس، راحت المباراة في قفلة عين، وقعدتك قعدة واحد حاسر. شيء طبيعي يا وسيع. شو اللي صار؟ الخطأ موجود من قبل، يعني مو بشو اللي صار. يعني صراحة يونس، الأقوال الدفاع مالك مفتوح، وأصلا مهاجم مالك المحترف ضيع الانفراد. والله احنا معروفين في اخر دقائق دائما ننقلب، ما بعرف يعني اللي متى ما بيعالجون هالخطا. زين الخطا من مين يوم؟ الجهاز الفني ايش قاعد يسوي؟ شيء طبيعي يعني، نحن نشوف يعني يعالجون هالخطا، ما قاعدين يعالجون. انا ما بعرف ليش هالتخبط قاعد يصير عندنا، الاخطاء متكرره ما عالجناها. كل مره نسمع تصريح انه بيعالجون الخطا، ما قاعدين نطالع الخطا يتصحح. الى متى ما بعرف انا. يعني انا بس رساله اقول لهم، احنا نهد بيوتنا وعيالنا ونهد اشغالنا، ونيكم في هالجو اللي يوقف القلب، يا هال صغار هني وريايل كبار، نقول رساله حق اللاعبين وحق الجهاز الفني والاداري، نتمنى تحسون فينا. احنا قاعدين ني مو عشان شيء، احنا ني حبان فيكم، ولكن ما نستحق احنا فرحه وابتسامه. هني نتعب في هالجو ونشقى. والإدارة استجابت للكلام، وشفنا المدرب عدنان يمسك زمام الأمور، وأول مباراة لكانت مع الشرقي. في هذه المباراة الفريق كان متقدم. ينتظر والعرضية جول، ولكن في آخر الوقت تعادل. كرة العرضية راسية، جول. ملاحظين ثلاث مباريات نفس السيناريو يتكرر. أول ما مسكت الحد عقب أول مباراة قلت الفريق يحتاج إعداد بدني بطريقة ثانية، لأن اللاعبين مو جاهزين بدنيا. عقب أربع مباريات أو مباراة كأس الملك اللي مع الخالدية قلت نفس الشيء، قلت إن الفريق يحتاج إعداد بدني، بدنيا وايد تعبه، وهذا الشيء سبب لك مشكلة في الفريق.
كنت ساعات عندك مشاكل مع مدرب اللياقة؟ لا 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 ما كان عندي مشاكل، لا ما كانت عندي مشاكل ويا الجهاز اللي معاي، بس لما جيت أنا كم لاعب مصاب عني كانوا موجودين عند كانوا عندهم إصابات، عزمت 5 لعيبة 6 لعيبة مصابين، فلا ما كنت أشتغل جبتهم قلت لهم ما يصير. سمعت أنا باللعيبة بالجهاز كامل مالي والجهاز الطبي أساس أعرف، أنا تعرف فترتي كانت قصيرة اللي بشتغل فيها في آخر نهاية الموسم، فشون أقدر أوقف إذا أقدر أوقف الفريق على ريلة. فالإصابات سببت لنا مشكلة، يعني لو كان الفريق كامل ما كان بيكون أفضل. عندي إصابات. المشكلة كانت معك مع كابتن حسام في نادي الحين. من؟ كابتن حسام مدرب اللياقة. ما في. لكن تأخذ من التمارين وكان يزعل، هو يروح يقول لهم إن أنا مو قاعد أسوي شغله، كابتن عدنان قاعد أسوي شغلي. لا لا لا. ما أعتقد، أنا ما أعطاه حقه، قاعد يشتغل وأنا كنت كمدرب كمدير فني أنا أعطي كل مدربين مساعدين مالي أعطيهم حقهم يشتغل. هو يمكن زعل من بعد أول مباراة ويا الشرقي وأنت اللي بليتني. ما هو أنا كنت أنا مالي شغل. زين مباراتنا ويا الشرقي خسرت في آخر 10 دقائق وكنت متقدم كنت فايز، في العشر دقائق الأخيرة أزيد من 10 دقائق تعادلت 1-1 رميحي سدد 1-1 كنت فايز 1-0 يابا علي في آخر 10 دقائق انهار فريقي بدنيا. فهني أنا صرح قلت له أنا توني مع الفريق، هو سمعني أن أنا كوني مع الفريق، واتضح لي أن بدنيا الفريق مو زين مو جاهز ما يقدر يلعب 90 دقيقة. وهاي فعلا كان موجود في الفريق ترى لنهاية الموسم، وهاي أن المشكلة ما يقدر أي عندنا مشكلة، فما أعتقد كانت عندي مشكلة، بس يمكن صراحتك ودك صراحتي أنا قلتها أن الفريق بدنيا مو زين، عشان شذي أنا تعادلت وكنت المفروض أفوز في المباراة، وشفت لاعبيني ما يقدرون يطلعون خطوتين قدام، كانوا ياخذون كرة ويعطونهم اياها عشان يهاجمون لان كانوا مجهدين بدنيا. وكانت هذه اولى المشاكل، بس مع ذلك حقق فوز على البداية. السلام على المرور، هنا العرضية والمحاولة، جول جول. وعقبها ضاع بين تعادلات وخسارات. ومويات المباراة إلا اللي أنهت كل العلاقات. هدي عبد الجبار، يلا يا مهدي، مهدي يتقدم، جول 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 جول. سلام يا محمد يا حلاق يا مهاري، العرضية خطيرة. السلام. فكانت عندي الإصابات كثيرة وكان فريقنا ما كان يعني شوي قدرنا نجاري الفرق، بس المباراة الأخيرة اللي ضد المنامة أعتقد كانت عندي إصابات كثيرة وإصابات كورونا عندنا كذا لاعب. هاي اللي كسرت الظهر 6 هي يعني كان نتائجي مو بسيئة، حتى لو أخسر ما أخسر بسهولة يعني. فمباراتنا هذه كانت ظروف كورونا اللي صادتنا، عندنا توقفات لاعبين كثيرين وإصابات عندي كثيرة، لو كانوا موجودين يمكن نكون أفضل. عندي بعد لاعب سافر عنده دراسة دورة وغير الإصابات كورونا وايد تعبتنا، هذه ما تقبلوها النتيجة يعني، كانت نتيجة. فوكب شو الفريق اللي راح فيها عدنان الله؟ طبيعي تعرف النادي في حالة يبي ينقذ روحه، ياب عدنان عساس أوكي عدنان ما قدر، ياب الشملان بعد ما قدر، الشملان في الملحق في الملحق الفرحة لأنه صعب النادي خطط مو شو اسمه لا أنا كلنا نعرف أن الحدو إسام المالكي لا أنت تعرف شوف إسام المالكي صح عنده قرار كرئيس جهاز بعد يرجع للمسؤولين أنا لما يتقررت أفضل لاعبين كلمته هو ما يأخذ قرار يسمونه ما أخذ قرار قال لي بايب لك
لا لازم يجتمع. استمعوا عقب قال لي من عندك، وانا قعدت معاهم خلينا نشوف لنا اللاعبين. مو عنده مو شخص واحد اللي ياخذ القرار. عوامل النجاح كانت مو متوافره؟ ما كانت موجوده. الفريق فقد اعمده الفريق حوالي عدد كبير، فقد موسس، فقد الفريق يعني اعمده الفريق فقدها في الفريق. طبيعي بيكون اي فريق يعني يخسر كذا لاعب بهذا العدد ونجوم، يعني مو بلاعبين، لاعبين كلهم منتخبات نجوم، فطبيعي يتغير اداء الفريق. وما تعوضوا بلاعبين ثانيين، لو كان في تعويض من لاعبين يمكن يضل الحد على 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 مستوى يعني حد فريق مو فريق كبير. لكن لما تشيل مجموعه كبيره صعب ان تكون ناس ما كنت في اي نادي كان. لا، من وجهه نظري الاقاله اذا كانت حق على مستوى الاداء الفني والنتائج لا، ما كان قرار صحيح. لان انت وقعت 3 سنوات وطلعت في الاعلام، انت يجب ان انت تثبت وتستمر في العمل، لان انت يعني تدافع عن مشروعك. واكيد في كره القدم ترى كل شيء يحتاج وقت. بس ان شاء الله قبل الله يرجع لحد من الاساس، شنو سبب خروجه؟ اكيد فني اداره مشاريع ومدرب يقتنع بالمشروع مالك. مستحيل ان انت عندك قرار ويجي مدرب مو مقتنع به ويقدر يسويه. يحتاج ان المدرب يكون متفهم والاداره متفهمه بعد. يعني انت بعد اوكي، انت رسمت لك خط وقلت انه للمدرب مش عليه، زي عند اول مطب بتقول للمدرب ستوب او تعيد او شيء؟ ما يصير. يعني اصابع يدك مو سوا. في ادارات الانديه يمكن داخل الاداره الواحده عند اول مطب يمكن يجي واحد من مجلس الاداره يقول واحد داخل يخرب الليله كلها. يمكن يجوز يعني. محمد الشملان خذ له فريق جديد. انزين، خذ له فريق جديد محمد الشملان، ونتائجه ما كانت سلبيه في الفيلم، ما كانت سلبيه. وش قلت لك المساعة في اول مطبه انه هاي صار في الخالدية. اوكي، في مجلس اداره هو يتخذ القرار هذا، انه هو اتخذ القرار نحس ان هاي فتره تغيير، سواء القرار كان صائب او كان خاطئ هو صاحب القرار، هو يتحمل عواقب خطاه او صوابيته. انت تشوفه كان قرار صواب ولا خاطئ؟ بكل صراحه، انت الحين برا الخالديه، لعبوا انت اليوم برا الخالديه، اعتبر روحك محلل فني، وانت كنت جريب وايد من الخالديه، انت محلل فني اليوم، ريال، اشتغلت في ادارات وعندك خبره كرئيس جهاز، خبره يمكن فوق 10 سنوات في كره القدم، من فئات سنيه لفريق اول. القرار خاطئ ولا صحيح؟ كلمه منك تحل الموضوع كامل. أنا بقول لك صح اللي معلومتي. الله، هذه أخبارك أنت أدرى. كانت ملامح الهبوط واضحة أو موجودة. أيام حمد سموه مو وصل له المواصيل. شوهوا سمعته، ما في مكان ما تكلموا في ميالس إذاعة. ولد النادي ترى. لا، كلام إعلام. مليون في المية. يمكن في خلافات يا لاعبين، هاي اللي نسمع، هلا أنا سمعت. ليش ما جددت مع الخالدية لحد الآن؟ ليش ما جددت؟